بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. بنلتقي اليوم في برنامج لقاء، وهو برنامج طبعا خارج برامجنا العادية، لكن لأنه الموضوع نفسه مطروح بشدة وبقوة وبقلق شديد وبانزعاج شديد، الموضوع المالية أو الاقتصاد والميزانية المعدلة وما إليه، هو الموضوع اللي شاغل الناس. أي اثنين بيتكلم عن الموضوع ده، أي اثنين في أي حتة، لأنه هو بيأثر على حياة الشعب السوداني بشكل مباشر وبشكل حاد وبشكل صعب. وبالتالي نحن الليلة حنتكلم عن هذا الموضوع، وفي معي في الاستوديو الإخوان الأستاذ التجاني حسين والأستاذ كمال كرار، وهما عضوا اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ومعاي في عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ وائل من لجنة المقاومة بوزارة المالية، وحيدخل علينا بعد شوية السيد الصديق الصادق المهدي. السيد الصديق الصادق المهدي، مرحب بكم واهلا بكم في الاستديو والاساتذة الكرام. اهلا وسهلا، مرحب بكم، ونحن شاكرين ومقدرين لقناة الشروق على اهتمامها بموضوع الموازنة المعدلة والشأن الاقتصادي عموما. اهلا بكم واهلا بالمشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. طيب، احنا عايزين نبدأ في الحقيقة مع الأستاذ كمال كرار، وعايزين، ما هو الميزانية دي ما جديدة، يعني الميزانية دي ما أجيزت قبل تقريبا 9 شهور، ونحن شفنا المردودات بتاعتها، من ضمنها زيادة الرواتب، رفع الدعم، حاجات كثيرة يعني. فنحن عايزين نعرف في 9 شهور ما هو مردود الميزانية التي عدلت قبل ما تعدل، يعني نحن هنتكلم عن التعديل، لكن عايزين نعرف الميزانية نفسها اللي عرفت بميزانية دكتور البدوي. فكده يا كمال الدينا كده يعني ملامح عامة لهذه الميزانية. يعني الميزانية 2020 يعني كما وضعت في ووجدت في 1 يناير 2020، يعني من الآخر كده ميزانية ما بتشبه ثورة ديسمبر على الإطلاق يعني. وميزانية كررت بالكربون موازنات الإنقاذ البائدة، وميزانية إلى الآن نحن لا نعرف المرجعيات اللي استندت عليها، رغم إنها مكتوبة في صدرها إنها استندت على إعلان الحرية والتغيير وعلى الوثيقة الدستورية، لكن يبدو إنها استندت على مرجعيات يعني خافية علينا جميعا، لأن هذه الموازنة يعني من نتائج الوخيمة يعني وشايفينها كل الليلة، هي حولت حياة الناس إلى جحيم فيما يتعلق بالتضخم المنفلت اللي وصل 136% بالأرقام الرسمية، يمكن بالأرقام غير الرسمية أو الحقيقية تكون تضخم أكثر من 200%، وعمل زيادة كبيرة في الأسعار، أسعار السلع والضروريات، وخفضت الدخول الحقيقية بتاع الناس، وأطاحت بقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، يعني جعلت الفقراء أكثر فقرا وجعلت الأغنياء أكثر غنى، وبالتالي هي كررت يعني موازنات يعني معتز الصدمة والركابي وغيرها من موازنات الإنقاذ البائدة اللي كانت مرفوضة للشعب جميعا، واللي جاءت الثورة دي من أجل تغيير حياة الناس يعني. لكن بتفاصيل الأشياء زي دي، لما نحن كنا في اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ونظرنا لهذه الموازنة منذ البداية، عينا فيها أول شيء لأرقام مزيفة أو مضروبة زي ما بنقول نحن، واحد تقديرات إيرادات غير حقيقية وإنفاق متضخم وسعر صرف للموازنة خلق يعني تضخم زيادة في الميزانية من قبل أن تبتدي الميزانية. كل الملاحظات دي نقلناها للدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية السابق، لكنه لم يعر الأمر انتباها يعني، وكأنما نحن نغرر خارج السر، وكأنما هو لم يعني تحمله الحرية والتغيير إلى هذا الموقع يعني. من الحاجات كانت اللافتة للانتباه في الميزانية دي انه موضوع رقم كبير جدا لما يسمى دعم المواد البترولية 200 مليار يعني جنيه، وهو
في الموازنه كانت بتتكلم على اساس انه ده عبء عن الموازنه وانه مفروض الناس ترفع الدعم عشان تزيد الاسعار. حذرنا من خطوره هذا الامر، قلنا انه ما في دعم، وقلنا اي مسؤول فيما بعد الثوره يعني يتكلم عن الدعم يعني هو بيضلل الناس وبيضلل الجماهير وكذا. للاسف للاسف يعني هذا المصطلح يعني لا زال موجود حتى في الميزانيه المعدله الان، وبيننا وبينهم الارقام يعني. لكن انا اعتقد يعني بانه كنا جميعا نعمل في انه يعني انه طالما انزاح البدوي المفروض تتغير السياسه الاقتصاديه، لكن يبدو للاسف انه هذه السياسه مستمره الى وقت قد يطول او يقصر حسب رد فعل لجان المقاومه وجماهير السودانيه التي صنعت الثوره. طيب استاذ تيجان حسين، يعني 30 يونيو طلعت وعندها مطالب، وهذه المطالب من ضمنها او يمكن اكبر حاجه فيها انه احنا عايزين الحياه المعيشيه يعني. وقد تم اقاله السيد وزير الماليه، وبالتالي كان يعني احنا متوقعين انه حيحصل يعني على الاقل تغيير في السياسات الاقتصاديه على الاقل يعني. الحرية والتغيير لمجلس الوزراء في يوم 15 أكتوبر 2019 اللي هو برنامج اسمه البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة، الإطار العام واللي اشتمل على حل كل المشكلات اللي بيعاني منها السودان، ومن ضمنها البرنامج الاقتصادي اللي نحن استوحينا منه البدائل اللي ناقشناه مع وزير المالية يوم 9 شهر 12. احنا قلنا لوزير المالية اهم حاجة بالنسبة لنا نحن هي تأكيد ولاية، وقلنا هذا التأكيد عن طريق ضم الشركات الحكومية والعسكرية والامنية لوزارة المالية، باعتبار انه هذه الشركات تكونت في العهد البائد، وهذه الشركات بتستولى على قدر كبير جدا من الاقتصاد السوداني، ولم تقف في حدود الصناعات العسكرية إنما امتدت عشان ما تدخل في المجالات الأخرى اللي هي مجالات مدنية عادية ومجالات تجارية ومجالات الصادر ومجالات ليس. هذه الشركات تكونت أصلا بأموال من وزارة المالية، وهي الأرقام أكثر من 431 شركة، وفي 200 شركة تانية للصناعات العسكرية. ونحن قلنا الشركات غير المختصة بالصناعات العسكرية، هذه الشركات ال 431 شركة 12 شركة بس هي اللي قاعدة تورد أرباح لوزارة المالية، وكل الشركات البقية ما معروف الأموال بتاعتها هي بتمشي وين ولا تورد لوزارة المالية، رغم أنها أصلا شركات تكونت بأموال حكومية. هذه الشركات مسيطر على القسم الأعظم من الموارد من النقد الأجنبي أو من النقد الوطني، ولم تضم لوزارة المالية بشكل دعم كبير جدا بالنسبة للموازنة. طرحنا موضوع تجريم التجنيب، لأنه نحن عارفين في مؤسسات كثيرة جدا عندها أموال كثيرة خالص مجنبة، وإيقاف التجنيب يعني فرض ولاية وزارة المالية على المال العام وضم هذه الأموال أيضا لوزارة المالية. طرحنا مسألة إلقاء الإحفاءات الضريبية والجمركية اللي كانت بتحطى لمؤسسات وجمعيات ولأفراد، وكانوا بيستفيدوا من الإحفاءات الجمركية في أنه يوردوا حاجات ويبيعوها في السوق ويحققوا أرباح لصالحهم، مما يقلل من العائدات اللي بتجي لوزارة المالية. وكنا بنقصد الإحفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار ولغير الصناعات الوطنية، يعني بتمشي للاقتصاد الطفيلي. طرحنا أيضا قلنا والله نحن مفروض نقوي الجنيه السوداني، ما هي وسائل تقوية الجنيه السوداني؟ وسائل تقوية الجنيه السوداني إنك أنت المعروف إنه أي موازنة بتستند على الصادرات نمرة واحد، نمرة اثنين تحويلات المغتربين، حتى بعدها بتجي الأشياء الأخرى. فيما يتعلق بالصادرات احنا عارفين انه في مجموعة من المصدرين في ظل العهد البائد ما كانوا رجال أعمال حقيقيين،
ولا مصدرين حقيقيين، إنما هم سماسرة من أجلهم تم حل الشركات المساهمة العامة والشركات الحكومية اللي كانت بتتولى الصادر واللي كانت بتورد حصيلة الصادر بالكامل في القنوات الرسمية، اللي هي شركة الحبوب الزيتية وشركة الماشية واللحوم وشركة الأقطان وشركة السمق العربي. دي كانت جميع الحصائل الصادرات بتورد في خزائن المالية. لما حلوا هذه الشركات وأصبح هنالك سماسرة يتولون الصادر، هؤلاء السماسرة كانوا بيطرحوا أرقام مختلفة خالص خالص عن الأرقام اللي بيتم بها بيع الصادرات في الخارج. الصادرات اللي بتتباع ب$7,000 ممكن تتسجل هنا ب$500 و$6,500 يتم تجنيبه بالخارج، في أموال سودانية كثيرة خالص خالص تم تجنيبه في الخارج. وبالتالي قلنا تكوين بورصة الصادرات وإعادة هذه الشركات للعمل مرة أخرى من شأنه أنه يعظم وارداتنا نحن من العملات الأجنبية ويحل لنا مشكلة تقوية الجنيه السوداني. في نفس الوقت كانت في مبادرة مهمة جدا مطروحة، اللي هي مبادرة داعمي بنك السودان المركزي، طرحها المغتربين في الخارج، قالوا كل مغترب يتبرع ب$1,000، وقالوا إنه هم مستعدين يضعوا وديعة دولارية في بنك السودان كل مغترب ما بين $5,000 إلى $10,000، وهذه الودائع ممكن تشكل دعم كبير جدا جدا بالنسبة للخزينة العامة. طرحنا في نفس الوقت انه جذب مدخرات المغتربين نفسهم. المغتربين ديل اثيوبيا في هذا العام $5 مليار، دي كانت تحويلات المغتربين بالنسبة لهم، وفاقت تحويلات المغتربين ما يرد من الصادرات بالنسبة لأثيوبيا. والمغتربين ديل معروف في كل دول العالم مصدر مهم جدا بالنسبة للعملات الحرة، وممكن يؤدي لتقوية أستاذ تجاني. نحن حنرجع طبعا لكل الكلام ده، ما هو البدائل دي جزء من المحاور المهمة جدا اللي احنا حنمشي لها. انا حمشي لأستاذ وائل، دكتور وائل. نعم. السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ مرحب بك في قناة الشروق. الله يسلمك. السلام عليكم أنتم. طيب أنتم في يعني في لجنة مقاومة وزارة المالية، والكلام ده كله عن المالية، فأنتم كلجنة أول حاجة رأيكم شنو في الميزانية المعدلة؟ وبعدين حنسألك، أنا حسألك برضو عن ما هو الشركات، هي يعني مسألة الشركات دي هي جزء منها على المالية، صحيح جزء منها على مجلس الوزراء لكن جزء يعني خاص بمجلس الوزراء، أقصد بالمالية. الجزء الثالث اللي هو يعني إزالة التمكين في وزارة المالية، لأنه لو أنت ما لقيت يعني جهاز بتاع مالية محكم وكف، المالية ما بتقدر تقوم بشغلها. فكده أدينا رأيك كده عن الثلاثة قضايا اللي طرحناها لك. شكرا جزيلا. السلام عليكم جميعا، وأتمنى أنه يعني يكون الحوار بناء، لأن الأسئلة بتاعتك دي كلها very tough يعني. المهم طيب، بالنسبة للتعديلات اللي حصلت في الموازنة العامة الجديدة دي، فدي كلها بتنذر إلى إنه في تدهور قادم كبير جدا جدا، وهو ما يعني ما مرتبط بس بفترة الكورونا. هي الفلسفة الاقتصادية اللي تبنت عليها هذه الموازنة، واللي هي أصلا تكرار لنفس الفكر من العهد البائد، واللي هو أصلا كان عمله برضو كرره دكتور بدوي قبلهم،
وهو حاليا ماشي في نفس النهج، فبديهي جدا جدا انه التدهور اللي هسه عايشينه ده ممكن يتعمق اكثر في الفتره القادمه، الى حد انه ممكن يصل الى مرحله الانهيار، لانه الجنيه بتاعه كله انهيار في انهيار على حسب التعديلات اللي هم عملوها او باسم المعالجات اللي هم عملوها من سياسات، سواء كانت في الدولار او كان في الدولار الجمركي او كانت في رفع الدعم وخلافه من المعالجات اللي هم رأوها لمعالجه العجز. عشان بس اواصل في هذا الامر بالنسبه للموازنه نفسها، فبنلقى عليه انه يعني العلاجات نفسها حتفاقم اكثر في حتفاقم اكثر للعجز. فنحن قلنا الكلام ده في شهر 2 في واحده من اللقاءات اللي تمت قبل كده، وانه رفع الدعم وتخفيض الجنيه ورفع الدولار الجمركي وخلافه من الاجراءات اللي بيروها انها في معالجه للعجز بتؤدي الى تفاقم العجز، لانه بتؤدي الى زياده المصروفات العامه كلها. وممكن اضرب لك مثل بس ما اعرف الوقت بتاعكم كيف. دي من زاويه الموازنه العامه، وبالتاكيد ده كله حينعكس على الاداء الاقتصادي السلبي كله. وممكن المؤشر بتاع السالب اللي عمله الاي ام اف بناقص 7 ده ممكن يكون 14 15 يعني او 12 كمان، لانه بالتقديرات اللي انا شايفها في الموازنه العامه اللي هو مثلا زي تخفيض التضخم اللي عملوه في الموازنه دي من 130 ل 65 which is impossible، وده مستحيل طبعا مع اجراءات العلاجات نفسها. يعني انت يعني الدولار انت ده تخفضه ب 120 155، فكيفين حتنزل التضخم ل 65؟ الدولار الجمركي عايز تعمله 30 شهريا 30% شهريا، فكيف حتنزل التضخم بهذا المستوى؟ ففي يعني الكلام كده ما راكب في المنطق او الخبره الاقتصاديه اللي نحن بنعيشها. يعني ففيها خطوره جدا جدا، حساباتها غير دقيقه بالنسبه لنا، وفيها تناقضات حتى في الفرضيات نفسها، البناء بتاعها يعني ما مظبوط، فيه مشاكل كثيره جدا يعني. فده مهدد كبير جدا جدا يعني للاقتصاد ككل، وانا بتكلم على الاقتصاد. هم انا بتخيل لي هم اعدوها من منظور اكاونتنت او بتاع محاسبه او اريثماتكس، حسابات حساب عادي، ما حسبوها بطريقه اقتصاديه بحته يعني، او الطريقه الاقتصاديه المفترض يحسب بها عمل بها الموازنه، يعني تعمل بها الموازنه. دي كارثه بالنسبه لي انا، وهتودي الاقتصاد في كارثه اكبر يعني. بالنسبه لل يعني بالنسبه للشركات، انا اظن استاذنا التجاني يعني ما قصر معك، وضح لك قضايا كثيره جدا جدا. وهنا هي الكارثه في انه الشركات دي اذا كان ما رجعت لوزاره الماليه بغض النظر عن هي شنو، هي الاقتصاد بتاعك ذاته ما حيكون سبورتد، خليك من انك تدعم الموارد او الايرادات بتاعت الموازنه نفسها. فهي من منظور اقتصاد، انا بتكلم من ناحيه عمليه مش كلام ثيوري، الاقتصاد ده كله محروم من زي ما بسموها يعني النشاط الاقتصادي الموجود هناك، واللي بيشتغل بمعزل عن الاقتصاد المدني. حتى الاسعار بتكون مرتفعه جدا جدا، والصفوف طبعا لازم تظهر الى اخره. ده بخلاف يعني الفلسفه نفسها بتاعت النيوليبرال ديل، هي انه تجويع الوحش اللي هو دائما يخلق الصفوف عشان الناس تقبل بارتفاعات الاسعار. فدي طبعا سياسه مرفوضه، والشركات دي مفروض ترجع لولايه ترجع لحضن الاقتصاد، انا بقول اكثر من انه حضن الاداره نفسها والاقتصاد المدني على وجه التحديد. وده عشان نقدر ينعش الاقتصاد نفسه يا استاذ وايد. استاذ وايد من قدراتنا في افتكر في مشكله في الصوت، بنرجع لك. في مشكله في الصوت يعني، ما نحن ما قادرين نسمع. طيب انا برحب بالسيد الصديق الصادق المهدي، السياسي والاقتصادي يعني الاثنين يعني.
ونحن تكلمنا قبل شوية عن يعني الميزانية المجازة في يناير وتداعياته، وبعدين التعديلات الميزانية. نتكلم عن الجهة. أنا في الحقيقة عايز أسألك عن رأيك عن الميزانية نفسها، عن تعديلات الميزانية، يعني عشان أخلي الميزانية لكن تعديلات الميزانية وخطورة السياسية. يعني أنتم كسياسيين شنو خطورة المسألة دي؟ يعني التداعيات بتاعتها ما واضحة بالنسبة لنا، يعني أنا ما أفتكر في أي واحد هسي مواطن عادي ما عارف أنه أنت لما تزيد البنزين تزيد كده حياتي بتبقى أسوأ. كويس، فهنا في خطورة سياسية، فأنا عايز في الحياة يعني تتكلم لي بالطاقيتين، طاقيت السياسي وطاقيت الاقتصاد. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الموضوع مهم لحياة المواطن ولاستقرار البلاد بشكل عام ولاستقرار الحكم الانتقالي بدون شك يعني. وفي الحقيقة أنا في تقديري في خلل كبير في منهج التعاطي والتعامل مع الاقتصاد في البلاد ومع الموازنة بشكل عام. مش الموازنة دي بس، يعني مما جاءت الحكومة الانتقالية في خلل في التعاطي. ما يجب أن يحدث، يعني بنتعامل كأنه نحن في حكم عادي في دولة عادية جاءت عليها سنة بتعمل الموازنة بتاعتها عشان تجيزها عشان تتعامل. نحن في واقعنا ورثنا وضع كارثي، نظام المباد دمر البنيات الإنتاجية، دمر اقتصاد البلاد، حال حياة المواطنين إلى جحيم، البطالة، الفقر، الحروب، الوضع بتاع لا حرب ولا سلم، المشاكل مع المجتمع الدولي، العقوبات، الوضع حقيقة نحن في وضع فيه انهيار تام للدولة ومؤسساتها. والنظام الفات كان بيدير الاقتصاد خارج إطار مؤسسات الدولة وبيسلك براني، ده شهدناه كلنا يعني في الفترة الماضية. طيب، في وضع زي ده يعني احنا للأسف أول ما جينا قعدنا نتعامل مع الوضع بشكله الاعتيادي، وده أنا بسميه الخلل المنهجي اتبعته الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي وفي إعداد الموازنة. ما كان يجب أن يحدث في وضع مثل هذا، لازم تجي الحكومة بمكونات مختلفة وحاضنتها السياسية، قوى الحرية والتغيير، والخبراء الاقتصاديين في البلاد أوسع كذلك من الحرية والتغيير، والفاعلون في الساحة السياسية، شباب الثورة، كل المجموعات دي تجلس جلسة بتاع التشاور وحوار لاستعراض الوضع بتاع البلاد والتحدي الاقتصادي، لأنه هو أنت في النهاية انهيار الاقتصاد هو انهيار النظام كله، وهو الأساس. يعني الوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما هي زيها زي أي وزارة تانية من وزارات الحكم الانتقالي. فحوار هادي على أساس أنه يتفق على تشخيص العلل ويتم التوافق على المخرج من هذه العلل للتعاطي معها. نحن عندنا وضعين حقيقة في التعامل مع المشهد اللي قدامنا ده. عندنا إصلاحات مؤسسية وإجراءات داخلية، تحدث ما سمعته من كلام الإخوة هنا أسهبوا في الإجراءات الداخلية المفروض تحصل والإصلاحات، وعندنا الوضع الخارجي والمساعدات الخارجية اللي بيحتاج لها السودان جدا في ظروف العجز والنهب اللي حصل لموارده في الفترة الماضية. الإصلاح الداخلي برضه هو من المتطلبات العون الخارجي، ولذلك كانت دائرة هذا التفاهم الموسع لتشخيص علل البلاد واقتصادها والخروج من هذه الأزمة بتوافق تام، لأنه في النهاية يعني لازم يتم التوافق على هذا الأمر، ودخل المنهج لم يتم هذا الأمر وبهذا الشكل الفصلته أنا الآن. ولذلك نحن بنعيش في وضع، بنتعامل مع وضع بالغ التعقيد وبإجراءات روتينية عادية، وده اللي بيدخلنا في الخلل اللي نحن فيه. يعني الإجراءات تمت يعني في الفترة الماضية، المحاولة بتاعت الموازنة الأولى والإقالة المفاجئة لوزير المالية السابق دكتور إبراهيم البدوي،
هو تم تعيينه بعد قدم رؤية واضحة جدا وقبلت، ونظم شارك في تنظيم مؤتمر برلين كان بنجاح كبير جدا، وفجأة تمت الإقالة دي. والمشكلة ما في الوزير، المشكلة في المنهج في التعاطي مع المشهد كله، ولذلك الميزانية دي الأولى والثانية وما يتلوها من موازنات إذا مشت في نفس المنهج هتمشي في ذات الطريق اللي هو في النهاية لن يؤدي إلى حل، لأنه في النهاية بتتعامل مع اضطراب سياسي، تتعامل مع وضع اقتصادي داير توافق سياسي اقتصادي مجتمعي للخروج من هذه الأزمة. ده بشكل إجمالي لو داير نمشي لك أبعد ونخلي لك قدام التفاصيل إن شاء الله. كما الكرار هنالك خلل منهجي، وطبعا ده ما كلام يعني مش كلام يعني ما كلام السيد الصديق، يعني هو ده خلل منهجي نحن كلنا ملاحظينه، يعني انه في مشكله. اول حاجه ودي الحاجه سالت منها، في مشكله في العلاقه بين قوى الحريه والتغيير وبين الحكومه، يعني قوى الحريه والتغيير جابت السياده وجابت الحكومه، لكن الحكومه بتعمل في حاجات قوى الحريه والتغيير بتنتقد، يعني معناه ما في توافق، يعني خلي التوافق المجتمعي والكبير اللي قاله السيد الصديق ده، لكن حتى على المستوى بتاع القوى الحاكمه يعني الحاضنه بين الحاضنه السياسيه وبين الحكومه بتاعتها يعني، ففي مشكله دي واحده من المشاكل الكبيره يعني. المشكله الثانيه اللي اشار لها السيد الصديق انه في مشكله بين الحاضنه السياسيه نفسها وبين فصائلها، يعني جانا المقاومة، الشعب السوداني، المواطنين، ذوي الخبرات، والبلد مليانة خبرات، يعني مش ما فيها عشرات الآلاف من الخبرات، لكن لا يفتح لهم المجال كويس، والحاجات دي بتتبع على مجالات ضيقة جدا. فسؤالي ليه يعني شنو أول حاجة احنا عايزين نفهم في الحقيقة العلاقة بين قوى الحرية والتغيير الجسم يعني وبين الحكومة، يعني شنو البنظمة يعني البنظم، لأنه أنا قريت قبل الليلة دي إنه في المصفوفة إنه نحن يعني أول حاجة في المصفوفة نحن نحدد العلاقة بين القوى الحرية والتغيير والحكومة، يعني هذا حنحددها يعني، فهي ما محددة يعني ولا الحاصل. بعدين أنا مشيت قريت برضو الوثيقة الدستورية ما لقيت حاجة كذا واضحة يعني، فالعلاقة شنو وشنو البحث شنو اللي بيؤدي لهذا التوتر بينكم وبين أيوة كويس ليه بيحصل توتر بينكم وبين الحكومة، يعني بحيث إنه بيجي زي المعارضة، مش كده زي المعارضة يعني. طيب نحن هنطلع فاصل قصير وحنجي ونواصل، حنسمع الأستاذ كمال كرار حيرد لنا على هذه أسئلة وإن شاء الله يكون متذكرة بس يعني. أهلا بكم مجددا في برنامج لقاء هو مكرس لمناقشة تعديلات الميزانية وبدائل قوى الحرية والتغيير. نحن كنا وقفنا عند سؤال للأستاذ كمال كرار عن المنهج والعلاقة، منهج الحرية والتغيير في التعاطي مع الحرية والتغيير والحكومة وكل الجهاز الحاكم يعني في التعاطي مع قضايا السودان المعقدة زي ما قال السيد صديق الصادق، وقضية العلاقة بين القوى الحرية والتغيير والحكومة. تفضل يا كمال. عندنا مثل سوداني يقول لك التسوي بأيدك يغلب أجاويدك، التسوي بأيدك يغلب أجاويدك، يعني المثل ده ينطبق تماما على هذا المشهد السياسي. هي ما كانت العلاقة دي محكومة، كانت محكومة. الوثيقة الدستورية دي رغم ضعفها ورغم الملاحظات السالب عليها، لكن خطت العلاقه دي في حدود انه هياكل السلطه الانتقاليه دي اللي بيراقب الحكومه تراقب الحريه والتغيير اللي عندها 67% من المجلس التشريعي
هي بتراقب الاداء التنفيذي، هي يمكن لهذا المجلس التشريعي ان يقيل الوزراء ويقيل حتى رئيس الوزراء، صح؟ صحيح. ممكن ان يغير المشهد الانتقالي فيما يتعلق بالسياسات وكذا يعني. لسوء الحظ، لسوء حظ الغالبيه من الشعب السوداني، لكن حسن حظ الاقليه زي ما نقول، انه المجلس التشريعي لسه ما موجود. بقت الجهه اللي بتخش فيها الحريه والتغيير عشان تراقب الاداء التنفيذي ما موجود، رغم انها هي رشحت الوزراء. لكن بقى كل وزير هسه ما عنده مرجعيه غير مكتبه القاعد فيه ده وسياسته البضاعه والمجلس التشريعي اللي هو مكون من المجلسين. يعني الحريه والتغيير بينه كجسم سياسي الحاضنه دي بينه وبين الحكومه دي بقى في مسافه. المسافه دي قانونا ما موجوده هسه. وبتتملي كيف؟ بالاجتماعات اللي بتعقد مع رئيس مجلس الوزراء او مع مجلس الوزراء بين حين واخر. لكن بالمناسبه هذه الاجتماعات غير ملزمه، يعني ما عندها مكان من الاعراب داخل الوثيقه الدستوريه اساسا، الا بس الناس في الحكومه دي اللي يكونوا بس يعني هم يعني خجلا كده، هم لانه جابتهم الحريه والتغيير ما ممكن يقولوا لا نحن ما بنسمع كلامك. الكلام ده ذاته يقودنا لنقطه مهمه جدا ما عندها علاقه بالكلام ده، لكن واحده من يعني تاخير تكوين المجلس التشريعي انا اعتقد انه يعني جريمه في حق الثوره الى يومنا هذا، يعني اللي هو ده الجسم الرقابي كده. والكلام ده نحن بنقوله لانه بالمناسبه يعني الكلام ده ما سر، هو جهر. بعض وزراء حكومه الثوره بيقولوا خلونا من كلام الحريه والتغيير، بس يعني ما يقول مرات ما بتكون داير تذكر اسماء، لكن خلونا من الحريه والتغيير معناها خلونا من الثوره ذاتها، دي الفكره كده يعني. لكن المنهج ده اللي قاله زميلي يعني صديق، هو كان موجود بالمناسبه، صديق دبلوماسي اكثر مني شويه كده. يعني قعدنا في دار حزب الامه دي من 2013، يعني مش عشيه الثوره، الكلام ده قبل 6 سنوات من الثوره. صديق وانا واخرين الناس اللي كانت المعارضه تحت النظام في قوى الاجماع الوطني في نداء السودان، والكلام ده حتى ما قبل ان يتكون نداء السودان، الكلام ده كنا بننظر لما بعد اسقاط النظام، لانه كان عندنا امل في انه النظام ده حيسقط يعني. ووضعنا السياسات البديله، ما يسمى بالسياسات البديله. وجينا لحد شهر 7 في 2019 عملنا مختصر لهذه السياسات البديله، سميناه البرنامج الاسعاف والسياسات البديله. فيه دخل فيه برنامج حزب الامه، دخل فيه برنامج الحزب الشيوعي، دخل فيه برنامج حزب البعث، وبرامج اخرى كانت مقدمه يعني من تكوينات مختلفه معارضه. هذا البرنامج سلم للحكومه في 15/10/2019. يعني هذه المرجعيه البرامجيه موجوده. لكن السؤال طبعا انه ليه بتكون في برامج مختلفه من هذه المرجعيه؟ هو ده اللي بيجيب المشاكل هسه، واللي يخلي اللجنه الاقتصاديه للحريه والتغيير اللي هي ذات جزء من الذراع السياسي بتاع او الحاضنه السياسيه بتاعت اللجنه دي انها تتكلم عن الميزانيه دي كويسه ولا كعبه. لكن السؤال ده حقه نحن نعكسه، انه الميزانيه الاولى اللي وضعها الدكتور ابراهيم البدري ووافق عليها مجلس الوزراء، وهذه الميزانيه المعدله دي يعني من اين نبعت هاتين الموازنتين؟ يعني في الحقيقه يعني الكلام ده لانه ما يتقال بصوره واضحه، لكن لسوء الحظ برضه نقول هو ظهر في مارس لما تكلموا الناس صندوق النقد الدولي وطلعوا تقرير سموه التقرير رقم 20 لعام 2019، قالوا فيه هم قعدوا مع وزير الماليه ومحافظ بنك السودان واخرين موجودين بمفهوم خبراء اقتصاديين في الفتره ما بين 7 يناير الى 14 من 7 ديسمبر الى 14 ديسمبر 2019. في نفس الوقت اللي كنا نحن فيه في الحريه والتغيير كلجنه اقتصاديه بنقعد مع الوزير ابراهيم البدوي في ما يتعلق بالبدائل والموازنه توضع كيف وكذا، الكلام ده من قبل ان توضع الموازنه وتصبح قانون وكذا يعني. هم قالوا قعدوا في الفتره دي الاسبوعين دي وفي الحقيقه 7 يوم من 7 ل 14 ووصلوا لمعادله محدده ذكروها هم في تقريرهم ده بالانجليزي والعربي في موقع الاي ام اف. قالوا قلنا للحكومه دي ترفع الدعم عن البنزين والجازولين وتمشي الى دعم الكهرباء ترفعه، وتمشي الى دعم الخبز ترفعه، الكلام ده جراديول يعني، لكن كله خلال 2020. وتخفض سعر الجنيه السوداني اللي هي تعويم سعر الصرف او ما يسمى بتوحيد سعر الصرف، هم قدروا الزمن ذاك انه يكون 60 جنيه والميزانيه كان عملته 55 جنيه. وقالوا تتواصل الخصخصه وبيع بعض المؤسسات العامه، ويتعامل عشان الشعب يأيد هذه الاصلاحات زي ما سموها، هو تزداد المرتبات لبعض الفئات يعني، ويتعامل حاجه اسمها الفاميلي سبورت بروجرام اللي هو الدعم النقدي الاسري وكده يعني. الكلام ده هم قالوه، وقالوا ده اتفقنا مع الحكومه فيه في 12
وفعلا هذه المبادرة كانت هي حملت نفس الرؤى يعني بما فيها زيادة المرتبات والدعم النقدي، يعني معناها مرجعية هذه المبادرة كانت صندوق النقد الدولي يعني للأسف يعني، وليس الحرية والتغيير وليس إعلان الحرية والتغيير. والمعدلة دي هي من نفس يعني هي التوأم السيامي دي المبادرة الأولى في الفكرة يعني. افتكري أنه أنا كده ممكن أقول جاوبتها كويس. أستاذ تجاني راح برضو حديك حاجتين، يعني أنت حتقول لي البدائل لأنه نحن مهتمين بالبدائل، وأنتوا طرحتوا كلام كثير جدا فيه بدائل كويس، والناس بيسألوا يعني هل هي دي بدائل منطقية ممكن تنفذ؟ يعني ما أنت عندك برنامج بيقول لك والله إحنا حنعمل كده 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 عشان نجيب قروش، فأنت لا أنت تقول لي لا أنا ممكن أجيب القروش من هنا. أنت قلت حاجتين ثلاثة كويسات، نسيطر على الصادر على الذهب، نجيب قروش التجنيب، دي كلها قروش بالمناسبة مش كده؟ كلها قروش الشركات كده. طبعا الشركات فيها مسألة سياسية ما عايزين نتعرض لها لأنها يعني خارج إطار هذا البرنامج، لكن يعني أنا عايزك تواصل لي في البدائل كويس باختصار يعني. لكن داير أسأل سؤال يعني، طيب أنتوا هسي عندكم في تعديل في الميزانية، وأنتوا عندكم برنامج مختلف مش كده؟ يعني شنو آلياتكم لتطبيق، يعني آلياتكم شنو إنكم تتفاهموا مع الحكومة في إنها يعني يا تخفف ذاك يا تقبل جزء من البرنامج، يعني الوصول ل ل ل لحاجة على الأقل مشتركة يعني مش كده، ويرضى عنها يعني ترضوا عنها والشعب يكون راضي عنها، يعني حاجة ما تسبب لنا أذى أكثر من كده يعني. فآلياتكم شنو؟ أنا ما شايف في آليات يعني، أنت طلع لي بيان ما بيعني حاجة، ما أنا لجنة المقاومة طلع بيان شنو يعني، أنا عمرو محمد عباس طلع بيان شنو يعني، ما بحلني ده ما بحل مش كده. فأنتوا آلياتكم شنو كحوق وقوة حرية وتغيير، وأنتوا الحاضنة السياسية كويس، هتعملوا شنو؟ طيب أنا أبدأ بيدي أو بيدي؟ أيوة طيب أنا حجاوب على السؤال أنت هسه قلته، حتى بعدين أرجع للنقطة اللي أنا كنت واقف فيها. الليلة صدر بيان عن المجلس المركزي لغوة الحرية والتغيير، لأنه البارحة كان في اجتماع ضم المجلس المركزي لغوة الحرية والتغيير زائد اللجنة الاقتصادية لغوة الحرية والتغيير، والطرح في هذا الاجتماع إنه الموازنة المعدلة لم تعرض على قوى الحرية والتغيير ولم تعرض على اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. احنا كلجنة اقتصادية بعد ما تمت إقالة الوزير السابق وتعيين الوزيرة المكلفة، قلنا نحن التغيير ما يكون تغيير أشخاص، يكون تغيير في البرنامج، عشان كده نحن قلنا ندخل معاها ونمشي ونقعد معها في حوار مباشر، وبدينا فعلا نتحاور معاه حول كيف انه نحن نضع بدائل عشان الفترة المتبقية من هذا العام، وفي نفس الوقت نستغل لموازنة 2021. عقدنا معاه الاجتماع الاول والاجتماع الثاني، طرحنا البدائل دي كلها بشكل واضح جدا ونحن بنناقش فيها. في الاجتماع الثالث حضرت معانا أقل من نص ساعة، قالت هي ماشية اجتماع آخر، خلت معانا آخرين، كنا نحن بنناقش في البدائل دي نفسها عشان نحل الوضع الاقتصادي الراهن، وهي طلعت مشت. فوجئنا من وسائل الإعلام بالمساء إنه في موازنة معدلة قدمت لمجلس الوزراء وتمت إجازته دون اي علم مننا، مع ان احنا كنا معاها في الصباح وكده. اذن معناها هذه الموازنة المعدلة لم تعرض على الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير، ولم تعرض على اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ونحن احتجينا على هذا الامر. لما جاءت تعرض على المجلس التشريعي المكون من السيادي زائد مجلس الوزراء، فوجئنا بأنه حينعقد لإجازة هذه الموازنة، رغم أنه نحن طلعنا بيان يعني احتجاج عليها.
اللجنه طيب الاقتصاديه طيب لا خلينا اكمل لا معنا بس لانه انت خلاص احنا انتوا عارف اللي غازاته لانه قبل الاخبار وكذا فعندنا مشكله يعني فبس دارين نمشي لوائل يعني نحن واضح انه حنتقابل ثاني ما انتوا حتمشوا تعملوا لقاء ثاني مش كده يعني هيتلاقوا يعني اللجنه الاقتصاديه حد انا كنت داير اكمل لك المساله أيوة. دي بالمناسبه مهمه أيوة. جدا جدا لانه أيوة. البيان انا قلت لك طلع الليله من المجلس المركزي جدا يعني يعني لقوى الحريه والتغيير احنا طلبنا باللجنه الاقتصاديه لقوى الحريه والتغيير من الوزيره انه تنقل راينا لمجلس الوزراء بانه يؤجل اجازه هذه الموازنه لمده اسبوع عشان تعرض على الحريه والتغيير وعلى اللجنه الاقتصاديه ومشت فوجئنا بانه لم يقبل هذا الطلب وتم اعلان الموازنه المعدله البارحه تم عقد اجتماع بيننا وبين المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير وصدر بيان اليوم من المجلس المركزي البيان ده وضح الآلية قال انه المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير حيمشي يعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لنقل رايه وراي اللجنه الاقتصاديه لمجلس الوزراء وتوضيح الاثار الكارثيه الصعبه جدا اللي ممكن تنتج عن الميزانيه المعدله ذاته بمعنى انه انتهجنا اسلوب الحوار ممتاز. مع الحكومه وحيكون ده الاسلوب اللي حيمشي ان شاء الله. السيد الصديق الصادق المهدي تفتكر الاليات دي بتودي بين اي حته؟ هذه الاليات يعني اللي انت والله يعني. انا ما داير يعني بقول الواقع من وجهه نظرنا ما داير احرف الحته بتاعت الماشي ال طبعا في بالنسبه لنا في قوه الحريه والتغيير ذاتها قبل المشكله بتاعتها في مشكله بتاعت غياب تكوين المجلس التشريعي ذكر الاخ كمال دي ده الحاجه اصلا مغيبه دور الحريه والتغيير في واقع الامر في الاشكاليه الثانيه في داخل قوى الحريه والتغيير في اشكالات في التركيبه مشاكل في التوازن مشاكل في تغييب اجسام ده الاحتجاج اللي بيتكلم عنه حزب الامه ومتظلم منه وده اللي ادى لتجنيد عضويته في الحريه والتغيير وفي الحته دي تفاهمنا يعني مع حلفائنا على تم تكوين اللجنه التحضيريه لانعقاد المؤتمر تاسيسي لقوى الحريه والتغيير ونامل ده يقدر يلم لنا اطراف الحريه والتغيير بشكل يديها فعاليه اكبر وتوافق اكبر على اساس انه في النهايه نحن نشوف الثغرات بتاعت التجربه الماضيه لمعالجتها ده مهم جدا جدا وكذلك معالجة النظر في داخل أداء الحكومة لازم نحن يكون عندنا رأي واضح في الإيجابيات حصلت والسلبيات اللي حصلت لتلافيها عشان نجنب الشعب السوداني وثورة الشعب السوداني كل السلبيات الموجودة أنا عندي نقطة بس في الحتة دي يعني البدائل مع تكلموا عنها الإخوة متفق عليها كإصلاحات ضروري تحصل ولكن نحن في الجانب ده عندنا رأي آخر فيما يلي موضوع الدعم نحن بنفتكر مع الإصلاحات دي بنتفق عليها كلها تماما ولكن الدعم السلع الماشي ده تشوه للاقتصاد هي مش مسألة رأي الاي ام اف قال هو تشوه للاقتصاد وعايز إصلاح ونحن بوضوح عندنا دراسة واقفة في الحتة دي بنفتكر نظام الدعم الحالي أول شيء غير عادل بين مواطني السودان منحاز للطبقات الأعلى والمتوسطة على حساب الطبقات الفقيرة ما بتجد أي نصيب منه وهو في النهاية الدعم يجب أن يكون للإنتاج وللفقراء مش الدعم يبقى بشكل مطلق يستفيد منه المحتاج والما محتاج أوكي نعم. طيب بس أنا عايز أرجع لوائل يا دكتور دكتور وائل معلش احنا يعني ايوه طيب نحن سالناك ثلاث اسئله السؤال الثالث ما جاوبته انت اللي هو ازاله التمكين وبالمناسبه يعني اذكر حاجه هنا مهمه جدا في الخلاص الوطني اللي هو كان البرنامج بتاع حزب الامه يعني هو اللي خدت ازاله التمكين يعني احنا في حتى في برامجنا الاسعافيه كنا نتكلم عن التمكين وازالته لكن ما كنا مركزين
هذا البرنامج خدت إزالة التمكين وخدته بتفاصيل وخدت حتى المفوضية وتكوينه كويس. فالموضوع ده مهم جدا. إزالة التمكين في المالية ما سامعين فيه حاجة. هو طبعا في التمكين شغالة وتقريبا يعني تم يعني حصر 51 وتم طبعا إيقافهم من العمل في الشغل ده، لكن طبعا ما زال لسه التمحيص مستمر وقائم. يعني يعني احنا بس ما يعني ده موضوع ما المفروض نتكلم فيه هنا لأسباب الاستقرار داخل الوزارة. لكن هو أنا في رأيي يعني لغاية ما يتم الهدف من الإزالة بتاعت التمكين دي، الشغل في نفسه لماذا يعتمد على بعض الكوادر دون الآخر؟ يعني هسه في المالية عندنا إشكالية جد مشكلة كبيرة جدا، وعلى فكرة أننا بنعاني منها من أيام علي محمود، أنا بقول وجاء بعده بدر الدين محمود والآن وإبراهيم البدوي برضو، وأظن حاليا سمعنا أنه سيد الوزير المكلفة قالتها وأنه ناس المالية ما فيها كفاءات. الغرض من الحكاية دي وضح بالنسبة لنا أنه يعني إقصاء تام. أنا بس دار أوضح إقصاء تام للوزارة ككل، والشغل بقى يتم خارج المالية. أيوة. أنا بس أقدر أوضح علاقتها بالتمكين شنو؟ ما هي المشكلة الزمن يعني بتاعنا، الزمن بتاعنا انتهى، وفي في نحن في الحقيقة طيب المشكلة إذا كان في الحقيقة نحن لأنه يعني كنا عايزين نلاقيكم، نحن كنا عايزين نلاقيكم امبارح بالمناسبة، وأصرينا إنه نلاقيكم الليلة في وضعي برضو ما كان يعني ما مرتب شديد، و يعني احنا ذاته يعني وصلناكم بصعوبة. انا افتكر الموضوع ما انتهى، نحن ممكن نعمل لقاء تاني بنفس المجموعة دي ونتكلم بالتفاصيل. وانا حانهي الحلقة في الحقيقة. شكرا يعني لكل الضيوف وعلى إسهاماتهم الممتازة، وأشكر المشاهدين على صبرهم علينا، وشكرا لكم ومع السلامة. شكرا جزيلا.